الدفاعية من المباراة اللي تجعلنا نغلي غلان ما بعده غلان. وستر يا ستار في هذا المشوار، الفريقان يستعدان للدخول في أجواء هستيرية زحف جماهير ليفربولي على العاصمة الأوكرانية كييف، بدأ منذ عدة أيام وحضور جماهيري ملكي لافت وقوي ليعطينا زلزال جماهيري في مدرجات الملعب الأولمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف. هذه هي الكأس ذو الأذنين، هذه هي الكأس الأوروبية الأغلى في تاريخ شامبيونز ليج. دخول نجوم الفريقين بقيادة سربية لحكم المباراة لهذا الدور النهائي ميلوراد مازيتش. الأجواء الهستيرية العالمية في الملعب الأولمبي بكييف العاصمة الأوكرانية، جماهير الليفر وجماهير الريال يصنعان الأحداث، وهذه هي النجوم العالمية. كريم بنزيما، رونالدو نجم النجوم، رونالدو فيرمينو لمحمد صلاح، صلاح والكورة، شنو هذا؟ والعتنار محمد صلاح، يا سلام ارنولد اللي يوزع صلاح، شوف واحده واثنين والكره لشكون؟ لشكون؟ كربخال، كربخال اللي يوزع، والرايه الرايه على ايسكو، نار يا حبيبي نار، ولكن ايسكو تصير الكره وتعدي ديكان لوفرين لمحمد صلاح والمخالفه، محمد صلاح والمخالفة. جماهير الليفر تغني لن تذهب لوحدك يا ولدي، ويمشي تجامس ميلنر وصلاح يحاول التصويب، محمد صلاح شوف الكرة وين، شوف الكرة، وكايلور نافاس ليفربول المهول، كرة يا سلام رائعة، وهذه الكرة روبرتسون يوزع، وروبرتو فيرمينو بالراس كان اسرع من رافائيل فارا، الحكم انتم باللعب من ولاد مازيتش، وماني يزيد في السرعه يحاول المرور يعدي مارتشيلو، التصويب لكن بعيد على كلوريس كاريوس، محاوله هجوميه ملكيه السنغالي، شدو وينو يعدي املاه ارنولد، ارنولد يوزع والكره رونالدو، رونالدو، رونالدو أرادها في التسعين، كريستيانو العجيب، رونالدو الموهبة أمام إيسكو، روبرتسون اللي يوزع، كاسيميرو مرة أخرى، إيسكو، إيسكو يوزع، الفريق الملكي الآن يستعيد توازنه، وكرة خاطئة وركنية، محمد صلاح يوزع، فيرجيل فان دايك رقم واحد في قلوب الليفر، جيمس ميلر، فيرمينو، جول، لا، اي 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 اي، رائعة، فرخة ليفربول المهول، ريال مدريد في حالة ذهول أمام المارد ليفربول، الكرة لفيرمينو، وماني لكن يبقى دائما محمد صلاح يريد المرور، ومعاه راموس، إصابة لمحمد صلاح على مستوى الكتف، وروح رياضية من راموس اللي كان في الاحتكاك الأخير مع نجم الكرة المصرية محمد صلاح. هذه الإعادة واضحة، المخالفة ضد راموس بكل أمانة، ليس لأنه عربي ودمه عربي، بل لأن الكرة تقول هنالك مخالفة في 15 دور نهائي، أحرز ريال مدريد اللقب 12 مرة ولم يخسر إلا ثلاث مرات، كانت ضد بنفيكا البرتغالي عام 1962، ضد إنتر ميلانو عام 1964، وضد ليفربول. يمشي ماني، ماني، ماني يوزع، والكرة عند الحارس كايلور نافاس، كرة طويلة والمخالفة لكايلور نافاس. هذا السيناريو يبقى مخيف على كل عشاق الليفر، يبدو أنه الكتف الأيسر لمحمد صلاح
يعاني ويورغن كلوب. شوف الوجوه لليفربول خايفة، لا يمكن أن تتقبل إصابة لمحمد صلاح في هذا الدور النهائي. الكتف الأيسر لنجم الكرة المصرية، يا ربي شفاك لنجم الكرة محمد صلاح. إن شاء الله السلامات، إن شاء الله السلامات لمحمد اللي يبكي. محمد سيد الرجال، يبدو أنه لن يقدر على إنهاء المباراة. يعطي كرة لمودريتش، مودريتش 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 يحاول التصدي. الدموع مثل ما أذرفها محمد صلاح يذرفها الآن داني كارباخال. جيمس ميلنر، كرة يورغن كلوب افتقد الابتسامة. مارشيلو في دار الدفاع، أرنولد، كريستيانو، رونالدو، رونالدو، لكن وين يا رونالدو وين؟ السنغالي فنان يوزع، ولوكا مودريتش بسبعة تمريرات، أو كريم لرونالدو، كارباخال يعدي، لا راية، راية لكريم بنزيما، رونالدو بالراس والقناص، رايع لوريس كاريوس، وكريم في موقف متسلل. هدف ابيض للريال، الاعاده، نعم قرار سليم. مارشيلو ومعه الرايع كريم يوزع، يا ناتشو تر 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 ناتشو في هذا المشوار. رونالدو يتحرك الآن، التسويب، غدار غدار الفرنسي، كريم كريم كريم. روبرتسون لماني، ماني ماني، لكن وين مارشيلو والكورة، المواعيد، ركنية من توني كروس. كريم كريم يوزا، أرنولد، تأمين وتغطية دفاعية من راموس. الآن هذه كرة لكريم، كريم اللي يوزع بعيد الكرة على كريم. جول جول جول، شنو هذا؟ شنو أكبر المعاد، ليس هنالك إلا ريال مدريد صانع الفرحة وباعث العيد. الفرقة الملكية بهدية ألمانية مدمرة على الإنجليز. ابكي يا حبيبي ابكي، الألماني خدعكم، هو لوريس كاريوس يقضي على أحلام الألمان، يقضي على أحلام الإنجليز. كريم بنزيما الداهية، كريم الداهية، شوف 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 يا حبيبي شوف، غلطة بدائية ألمانية. وينو ديدي ديشان، وينو ديشان الفرنسي، لعنة الأدوار النهائية تتابع الألماني. أول سيناريو في المباراة النهائية، هذه هي اللقطة. هنالك اعتداء واضح، يستحق الورقة الحمراء ساديو ماني السنغالي، يضرب راموس بيده اليمنى. ساديو ماني غير لجيمس ميلنر ليوزا، الكرة خارجة، كوالوفرين، كرة في نقطة الجزاء وبالراس، جول جول، فوالا ليفربول، فوالا ليفربول، الريال في حالة ذهول أمام الأحمر. ليفربول ليفربول يدمر كبير الإسبان، كرة إنجليزية نارية تحرق الفرقة الملكية. الليفر لعبه يسهر بنجومه، ماني فيرمينو يتحدى ريال مدريد، كرة الراس أشهل شمال، نار نار يا حبيبي نار، مباراة كل الجنون.
ناتشو يوزع والتصويب التصويب من إيسكو، وهذه المرة الحراسة الألمانية يريد التصويب لم يجد المكان. كاسيميرو لمارتشيلو، كل لاعبي ليفربول في التوجهات الدفاعية. الويلزي بهدف عالمي، نرر هات الصورة، شوف أجمل كرة في المعمورة، شنو هذا؟ دار دار دار، الويلزي دار باليسار، جابها له جارث بيل، حطها له، والحراسة الألمانية بالدمار بالدمار، ينهار ينهار، لوريس كاريوس ينهار. يا ريال مدريد إلى أكبر عيد، الفرقة الملكية في حالة سعادة. فيجنالدوم أتمايت لساني ساديو على الخايم على الخايم، ركنية لميلنر وعلى طول يعدي فيجنالدوم لأرنولد وضربة جزاء. الحكام يقول لا، يعطي كرة يا سلام، التصويب بيل رونالدو بيل، شنو هذا؟ شنو هذا؟ باي باي ليفربول، باي باي ليفربول، لوريس كاريوس يقضي على أحلام كل ليفربول. هذا الحارس جاب الدمار على ليفربول وعلى المدرب يورغن كلوب. ريال مدريد بجارث بيل ينهي المباراة النهائية بغلطة فردية ثانية للوريس كاريوس. لا نريد أن نكون مكان الحارس الألماني، كيف سيعاني هذا الألماني؟ دموع الصغار غالية كذلك، دموع أشبال ليفربول. شدوه شدوه يا رب، جارث بيل لولا ديكان لوفران، وين كان مخبي؟ وين كان مخبي يا زيزو؟ قلت لك يا زين الدين يا زيدان، وأنك لهذا النهائي يلزم جارث بيل. يراوغ رونالدو، ماذا يحدث هنالك؟ هنالك رجل دخل وأراد إيقاف رونالدو. هذا هو نهاية المباراة بتتويج ريال مدريد مشاهدينا الكرام باللقب 13 في مسيرته في تاريخه. نقول مليون مبروك لجماهير الريال للميرينجي، وحظ أوفر لليفربول ويورغن كلوب. طبعا أمامنا زين الدين زيدان يدخل التاريخ من واسع أبوابه بثلاث أدوار نهائية متتالية، ثلاث ألقاب قارية على عكس لعنة النهائيات ليورغن كلوب.